من أشواطنا في صباح في مساء هذا اليوم لتواصل سن اللقاية. ينطلق الشوط الثاني عشر في أشواط مساء هذا اليوم الخاص بالجعدان المهجنات إلى صايل الذي يحمل في طياته هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة بهذا الاندفاع. نسير مباشرة وإلى المراكز الأولى لنشاهد هناك السيطرة على المركز الأول ويقود مساري هذا الشوط وتحدياته. هذا يقود هذا هناك يقود مساري هذا الشوط بركان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان. يضمر الصادق بن فضل الأمين يقود في التضمير بينما مرموق هناك من الجانب الآخر. هذا هو مرموق من هجن العاصفة بقيادة خياث الهلالي على المركز الثاني. أما المركز الثالث عناد ياتي في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وتضمير عتيق بن سالم بالعرطي الحميري. بينما المركز الرابع رابع المراكز يتواجد فيه نجد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم سري بن سالم بالعرطي يضمره في المركز الرابع. بينما المركز الخامس يتقدم في الدقل ياتي في المركز الخامس لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان يضمره احمد بن خلفان بالصايق المزروعي. بينما المركز السادس هذا اللي وصل في المركز السادس وتقدم مليح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر مليح اللي هو سيف بن أحمد بن خريدة. بينما المركز السابع سابع المراكز التواجد تقدم في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد النهيان مع نجم بن علي الغيلاني اللي هو صاف يتقدم في هذه اللحظات. بينما هناك التواجد في هذه اللحظات حشيم لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفايز بن غافان اليابري يتولى عملية تضميره. والمركز العاشر هذا من هجن العاصفة اللي يتقدم اللي هو مصيح يضمر غياث الهلالي. هذه هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام العشرة المراكز الأولى على أرضية هذا الميدان في هذا الشوط وهو الشوط الثاني عشر. عودة مرة ثانية إلى المراكز الأولى مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. وهذا مرموق من يقود مسار هذا الشوط ويتحدى المنطلقين من هجن العاصفة. غياث الهلالي يقوده في التضمير يلي بركان في المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان. يضمر الصادق بن فضل الأمين على المركز الثاني. بينما المركز الثالث اللي هو الدقل ياتي في المركز الثالث يتقدم الدقل سمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان يضمره أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يتقدم في هذا الصف. ياتي في هذه اللحظات الصف يتقدم في هذه اللحظات لسمو الشيخ هزاع او لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد النهيان وناجم بن علي الغيلاني يقوده في التضمير في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق على المركز الرابع. اما بقول المركز الخامس يتقدم فيه ياتي فيه نجد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وهناك هجن العاصفه الذي تقدم مصيح في المركز السادس ويضمر غياث الهلالي. والمركز السابع وصل في هذه اللحظات اللي هو متعب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن محمد بن حزيب الذي انطلق في هذه اللحظات. يا سلام ما شاء الله تبارك الله على مسار هذا الشوط وعلى انطلاقات هذا الاندفاع الشيق والجميل. عوده إلى المراكز الأولى
عودي إلى الكوكب الرباعية التي تنطلق حاملة كذلك هذه التحديات وهذه الانطلاقات الجميلة على أرضية ميدان المرموم. يقود مساري هذا الشوط مرموق مرموق على المركز الأول. مرموق عودي إلى المركز الأول مشاهدينا متابعينا الكرام. هذا هو اللي مسيطر على المقدمة اللي هو مرموق من هجن العاصفة. يقود غياث الهلالي في التضمير وهو يقود الجعدان ويسيطر عليهن بالمركز الأول بينما يليف المركز الثاني ويتقدم الصف. الصف الذي يأتي في المركز الثاني لا تعود ملكيته لا سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد النهيان يضم ناجم بن علي الغيلاني والمركز الثالث يتقدم في بركان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان يضمر الصادق بن فضل يضمر الصادق بن فضل الأمين. هكذا هكذا مشاهدين العزاء متابعين الكرام في الأمتار الأخيرة والتحديات الأخيرة الثلاثية الجميلة يغير بركان إلى مقدمة الشوط. بركان 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 تثور بركان التنافس بركان التحدي هناك على المركز الأول. انطلق بركان على المركز الأول على الانطلاق الأول لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفة آل نهيان والصادق بن فضل الأمين يضمر ولكن مرموق 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 من هجن العاصفة في المركز الثاني ومصيح في المركز الثالث من هجن العاصفة. التحديات الأخيرة في مسار هذا الشوط وتحدياته وانطلاقاته التحديات الأخيرة الانطلاقات الأخيرة. عاد مرموق عاد مرموق إلى المركز الأول في هذا المسار وفي الأمتار الأخيرة. مرموق وأيضا ياتي مصيح مصيح ومرموق هجن العاصفة هجن العاصفة على المركز الأول والثاني مصيح ومرموق تهانينا والناموس والمركز الثالث اللي هو بركان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان المركز السادس هذا أو المركز الرابع عفوا الدقل الدقل اللي وصل في المركز الرابع مشاهدي العزاء لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد النهيان والمركز الخامس اللي وصل في الدقل سمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. عودة إلى التوقيت الزمني وهذه الإعادة للتوقيت الزمني وهذا مرموق في 7 دقائق و54 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا على الفوز بينما المركز الثاني ثاني المراكز نشوف التوقيت اللي هو مصيح 7 دقائق 54 ثانية 6 أجزاء من الثانية من هجن العاصفة. تهانينا كذلك لغياث الهلالي على الفوز بالمركز الأول والثاني. المركز الثالث هذا بركان في المركز الثالث 7 دقائق 55 ثانية بالوفاء والتمام بركان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان وتضمير الصادق بن فضل الأمين. تهانينا والناموس للجميع.